السلام عليكم ورحمة الله، إخوان الأخوات، السادة والسيدات، وأصحاب المعالي السادة، جولة استكشافية ديالنا الاستطلاعية. نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هاد النقطة هادي ديال المسبح الكبير بالرباط. إذا يا إخوان، بما أننا حنا في شهر 5 ومقبلين على شهر 6 فص الصيف إن شاء الله، كما كتلاحظوا معانا الشركة المباركة راها جات كتنظف لينا لابيسين وكتنقي لهاد المرافق العمومية. كما كتلاحظوا الإخوان، الشركة المباركة راها جات كتنقي لنا المرافق العمومية وكتنظف لنا لابيسين، وعليكم غتوجدوا الباراسولات واللومبرات والفوطات، وتستعدوا للسباحة الحرة. باش نبقاو فاهمين، كان الشركة المباركة اللي مكلفة بهذا المسبح الكبير دخلات باش كما قلنا كتنظف داك لابيسين من التراب والحجر، كتسيقو وكتصلح لنا واحد بعد المرافق العمومية اللي تخربات وتصدات. جميل جميل جميل، استعدادات على قدم وساق. ما في الخدامي، ما عرفتش كيبان لكم ولا لا. ما العمال كيسيقوا ليه، شي سيارات تما كيقادو داك الشيء ديال هذيك البومبا اللي كتدخل الماء لابيسين، كتدخلو من كطلعو من البحر باش كتكبو في لابيسين. عاوتاني وكذلك ملي كتبغي تخوي راه كتخوي عاوتاني في البحر. هنا راه كيقادو لنا الجريده عمر نار، يعني ماشي راه خدامة، الناس خدامة، كتوجد شهر 6 أولا 7 أولا 8. هنا كيما كتلاحظوا الإخوان، هادشي هو راه رشا، شتوه شتو البيبان هنايا هما رشاو، شتي كل خصو يتصاوب هادشي. شتي خصو يتصاوب، البحر هذا راه كيسد كلشي، هاد الشبيك راه طاح، خصو يتقعد. جميل جميل، شوف راه العمال، شتوه فين كاين داك الباشا كبير هي الطوموبيلات، هذيك راه الشركة هذيك ديال النظافة، هي كتنظف. استعدادات على قدم وساق، المسبح الكبير بالرباط، 10 دراهم الأغلى على مسكين، 10 دراهم، باراسول وداكشي كله مجانا. يا سلام، جميل جميل رائع.
نمشيو نقربوا على نقرب من المسبح، نشوف الاشغال اللي كيديروا تماك ديال التنظيف. شقه مزيانين ممكن. إذن يا اخوان كما كتشوفوا هذا هو المسبح الكبير بالرباط. امور طيبة خدامة كتوجد مواطنين، يعني أمور طيبة. خدامة أمور طيبة الإخوان. إذا المسبح البلدي أو المسبح الكبير بالرباط، ما خدامين عليه، منظفوه، كيصفوا هاديك البومبة ديالو، ما شاء الله تنظفت، ما شاء الله تنظفت. أمور طيبة، أمور طيبة، استعدادات على قدم وساق. إذا يا أخوان كما شفتوا معنا أشغال ديال تنظيف المسبح الكبير بالرباط عن قرب، الناس راه خدامة كتوجد المواطنين والمواطنات، ما عليكم غير توجدوا الشرطات والفوطات كما قلت لكم والمبرات باراسولات ما يخليكمش وقيلا تدخلوهم هنا، يعني لا مكاينين. والمزيكا ديالكم والامور تكون ماضية احترام، كنأكد لكم على احترام، احترام واحترام ونظافة. ما تخربوا شيء، الله يرحم لكم الوالدين، ما تخربوا شيء الاماكن العمومية، وما توسخوهاش. صحاب الطواليطات راه كاين طواليطات تماك، بغا يدير شي حاجة عزكم الله يمشي للطواليط، ما يبوش شي في وسط لابيسين هذيك القوالب ديال الوالد عندنا ما ندير بهم، راه ماشي غير انت اللي كاين، راه كاين الناس هما تما كتعوم. ماشي داير لكم 10 دراهم صافي تسمعوا 10 دراهم دا تجيو كل دا تقول هادشي صافي راه ديال ريكلام. الناس كتبغي تصاوب معاكم كتصدقوا كتندموهم. ايوا حافظوا الله يجزاكم بخير على الاماكن ديالكم العموميه، حافظوا على هذا المسبح الكبير اللي داروا لكم بهذا الثمن الرمزي التفضيلي. الا بغيتي نخليو لكم ديما، الا بغيتي الشركه تبقى مستمره تفتحوا لكم، الا شفت راسها ما مسلكاش راه غتسدوا وتخليكم تتعوموا في هذا الحجر عاوتاني تغرقوا. شحال واحد كيموت هنا في هذا البحر هذا ديال اللي غير محروس. لذلك
ديروا عقلكم ديروا عقلكم الله يجازيكم بخير والدين الغزو الوليدات ديالكم قرصوهم باش يديروا عقلهم. اذا اخوانا اترككم في فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم.